زي ما قلنا لحضراتكم النهارده الفيديوهات والادله كله على عينك يا تاجر، وهنشتغل الفيديوهات النهارده اكتر ما نتكلم يا استاذ. يعني مش محمد بن سلمان لوحده اللي قتل جمال خاشقجي، ايضا مجرمي الاعلام المصري اللي حرضوا على قتل المصريين وبيحرضوا ليل نهار على قتل المعارضين، حرضوا من ذي قبل على قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لمجرد انه انتقد النظام العسكري او الانقلاب العسكري في مصر. هذا التحريض لم يكن فقط من أبواق الإعلام أمثال الباز والحسيني والناس اللي انتوا عارفينها دي، بل كان أيضا من وزراء الدولة ومسؤولين كبار في الدولة المصرية، وكأن الديدن بقى وسلوك الدولة المصرية في الخارج والداخل هو قتل، ذبح، تقطيع، تعذيب، حبس، اعتقال ست وزيرة الهجرة. ويمكن الفيديو ده زعناه لحضراتكم كتير، وهنفضل نزيعه ونزيعه ونكرره عشان تفهموا عقليات من يديرون الوزارات الحساسة زي وزارة الهجرة المصرية. ست في كندا قبل عام خرجت وقالت للمصريين اللي هيتكلم هنذبحه. شوفوا الفيديو لوقتها عمل فضيحة في الأوساط الدبلوماسية والصحافة العالمية.